تناقلت بعض المواقع الاعلاميه السوريه خبرا يفيد بايقاف السلطات التركيه قيود العديد من العائلات السوريه المسجلين في نظام الحمايه المؤقته بسبب عدم التزامها بارسال اطفالها الى المدرسه. كما قامت بعض مديريات التربيه في ولايات عديده بتكليف عدد من الكوادر التعليميه للتواصل مع عائلات الطلاب السوريين المتسربين من التعليم وابلاغهم بالزاميه اعاده اطفالهم الى مقاعد الدراسه. هذا الاجراء راه كثير من السوريين جائرا لانه من الممكن ان يعرض العائله باكملها للترحيل بسبب ايقاف قيودها فما اسباب التسرب المدرسي للاطفال السوريين في تركيا ولماذا هذا الاجراء الذي يشكل خطرا على العائله واسئله اخرى سنناقشها بعد التقرير اجراء جديد اتخذته السلطات التركيه بحق اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد وهذه المره ايقاف قيود بطاقات الحمايه المؤقته لبعض العائلات السوريه ممن تسرب اطفالهم او احد اطفالهم من التعليم مشترطين اعاده تفعيل القيود بمراجعه اداره الهجره واصطحاب ورقه تؤكد التحاق الطفل بالمدرسه بعض مديريات التربيه في ولايات عديده كلفت عددا من الكوادر التعليميه من اجل التواصل مع عائلات الطلاب السوريين المتسربين من التعليم وابلاغهم بالزاميه اعاده اطفالهم الى مقاعد الدراسه ويرى كثيرون ان الزام تركيا للاهالي بارسال اطفالهم الى المدارس هو حق ولصالح الاطفال الا ان عقوبه من يحرم اطفاله من التعليم تصل الى ابطال قيود العائله فهذا امر مجحف بحقهم خاصه ان العائله تحرم من حق الطبابه المجانيه وتصبح عرضه للترحيل بسبب ابطال قيود بطاقه الحمايه المؤقته الخاصه بهم نسبه تسرب الاطفال من المدارس تعود لعده اسباب منها الازمه المعيشيه التي اجبرت العديد من الاهالي على اخراج اولادهم من المدارس والحاقهم بسوق العمل لمساعدتهم ماليا على صعوبات الحياه بالاضافه الى العنصريه التي يواجهها الطلبه في بعض المدارس وزاره التعليم الوطني التركي اصدرت تقريرا في تشرين الاول من العام الفائت بينت فيه ان نحو 400 الف طفل سوري في سن التعليم من اصل مليون ومائه وخمسه وعشرين الفا هم خارج المنظومه التعليميه في تركيا اي بنسبه خمسه في مشيره الى ان معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائيه والاعداديه يرتفع بعكس حال رياض الاطفال والثانويه لمناقشه هذا الملف معي طه الغازي ناشط في مجال حقوق الانسان يعني بدايه استاذ طه ما رايك بهذا الاجلاء مساء الخير استاذ الكريم مساء الخير للساده المستمعين طبعا استاذي بدايه نحن نثمن ونقدر نقدر اليوم جهود وزاره التربيه ورئاسه الهجره التركيه بما يتعلق بموضوع المحافظه على حق الطفل اللاجئ السوري في التعليم لكن هذا الاجراء من خلال تواتر بعض الحالات خلال الاسابيع الماضيه حيث اشارت عده عائلات سوريه بان قيود بطاقات الحمايه المؤقته او ما يسمى بالكن قد توقفت وقد تم ابلاغهم بان سبب التوقف هو نتيجه تسرب احد اطفالها من المدرسه هو يعتبر اجراء مجحف وغير قانوني نهائيا اليوم استاذ الكريم ان كانت وزاره التربيه التركيه وان كانت رئاسه الهجره في كلا الطرفين جادتين في البحث عن مصلحة الطالب السوري من أجل الحفاظ على حقه في التعليم فعليهما في بداية المطاف أن تلزما كل الأطراف الحكومية، سواء كانت على مستوى وزارة التربية أو على مستوى مدريات التربية أو حتى المؤسسات غير الحكومية ذات الشأن بنظام التعليم مع معرفة ما هي الأسباب التي تدفع الأطفال السوريين اللاجئين إلى التسرب من المدرسة؟ <applause> هناك أسباب عدة يمكن ان نوجز هذه الاسباب علي عجاله بعده نقاط اساسيه منها ما يتعلق بالبيئه الاسريه هناك اطفال سوريين للامانه هم ايتام هناك اطفال سوريين نتيجه ظروف الحرب يعانون من حالات انفصال بين ذويهم ما بين الاب والام هناك ايضا اسباب اسريه تتعلق بعدد الاطفال كذلك هناك اسباب تتعلق بموضوع البيئه المدرسيه، هناك حالات تنمر سواء كان من قبل الاطفال او الطلاب الاتراك تجاه اقرانهم السوريين او حتى في بعض الاحيان في بعض المدارس من قبل بعض مدراء المدارس والمدرسين ضد الطلاب السوريين. هناك اسباب تتعلق بالبيئه الاقتصاديه، الكل يعلم يعني بان تركيا هي اكثر الدول التي تاثرت بموضوع وباء كورونا في عام 2020 وهي من اكثر الدول في النسق العام من نسب التضخم في المنطقة لذلك اليوم المجتمع اللاجئ السوري أو العائلات السورية كانت هي الأكثر تضررا بهذا الغلاء الفاحش لذلك اضطرت بعض الأسر أو العائلات إلى سحب أطفالها ولا سيما في المرحلة الإعدادية أو الثانوية وزجهم في سوق العمل <applause> إذا خلاصة القول اليوم إن كانت وزارة التربية ورئاسة الهجرة جادتين في البحث عن مصلحة الطالب السوري في التعليم عليهما أولا أن تدرك ما هي الأسباب التي تدفع هذا الطالب للتسرب ومن ثم البحث عن ازاله اسباب هذه الاشكاليات. نعم، استاذ طه يعني لماذا الغاء قيود عائله باكملها بسبب تسرب طفل عن المدرسه وعدم اتخاذ يعني اي اجراء اداري يعني وهو ما يشكل اصبح خطر على العائله، يعني اي شخص ممكن ان يكون القيد الخاص به ملغى او الكملك الخاص به ملغى ان يكون يعني معرضا للترحيل. استاذ الكريم لو اردنا ان نشير الى هذه النقطه بكل استفاضه وبكل شفافيه وبكل وضوح علينا ان نتذكر ما آلت اليه سياسه الحكومه التركيه تجاه واقع اللاجئين السوريين في تركيا. الحكومه التركيه واعتبارا من شباط عام 2022 غيرت من طريقه تعاطيها مع واقع اللاجئين السوريين بشكل جذري. بدا الامر بموضوع اغلاق الاحياء السكنيه امام اللاجئين السوريين ومن ثم تم الزام معظم السوريين وفرض عليهم قيود قسريه بما يتعلق باذن السفر ومن ثم بمناطق الزلزال ومن ثم الان تاتي قضيه طلاب المتسربين والغاء كمالك طاقات الحمايه المؤقته لذويب انا ارى بأن هذه الإجراءات في معظمها ما هي إلا عوامل ضغط أساسية على العائلات السورية من أجل دفعها إلى العودة إلى مناطق الشمال السوري أو إلى سوريا وهذا طبعا في نهاية المطاف ضمن سياق ما قدمه الرئيس التركي من وعود عندما اشار الى اعاده مليون لاجئ سوري الى بلادهم، للاسف الشديد استاذي اليوم ان كانت رئاسه الهجره ووزاره التربيه صادقتين في وعودهما وانا لا ارى هذا الشيء، اذ انا ارى بان ما قامت به رئاسه الهجره خلال الايام الماضيه بايقاف كمالك بعض العائلات السوريه بسبب تسرب اطفالها ما هو الا لسبب واحد، اليوم هو آلية الضغط على اللاجئين السوريين حتى وزارة التربية أستاذي من خلال مديريات التربية عندما تقوم بإرسال المدرسين السوريين أو الأتراك إلى العائلات السورية من أجل دفع أولادهم أو أطفالهم إلى العودة إلى المدارس أنا شخصيا أرى بأن المصلحة هنا ليست فقط هي مصلحة الطالب السوري كحال ما هنا وزارة التربية أستاذي للأسف الشديد نقولها بكل صراحة غايتها الاساسيه بقاء الطالب السوري في المدرسه، استدامه وجود الطلاب السوريين في المدارس الحكوميه يعني ديمومه مصادر التمويل من الاتحاد الاوروبي المقدمه باسم هؤلاء الطلاب، لو كانت اليوم التربيه التركيه جاده في مصلحه الطالب السوري فعليها اولا ان تتابع حالات كثر الطالب يمتلك بطاقة حماية مؤقتة ذوي الطالب يذهبون إلى المدرسة مدير المدرسة يرفض بحجة لا مكان وتعال بعد أسبوع أو بعد أسبوعين طيب ما ذنب الطالب أو أهل الطالب إن كان هناك إشكاليات إدارية من قبل بعض مدراء المدارس ما ذنب الطالب وذويه إن كان هناك تعامل عنصري من قبل بعض المدرسين إن كانت اليوم وزارة التربية ووزارة الهجرة جادتين فعليهما متابعة هذه الحالات أستاذي طيب يعني اول امس كان لكم لقاء مع اعضاء لجنه التعليم في البرلمان التركي وايضا لقاء اخر مع رئيس نقابه المعلمين الاتراك لمناقشه اجراء الغاء قيود الكملك يعني ماذا خرجتم عن هذا اللقاء استاذ اللقاءات كانت مع اطراف عده سواء كان مع قبل مع اعضاء في البرلمان التركي او سواء كان مع اعضاء في نقابه المعلمين او سواء كان حتى في هيئه التعليم هناك نقاط أساسية أشرنا إليها في لقاءاتنا مع الأطراف الثلاثة سواء كان على مستوى البرلمان أو سواء كان على مستوى نقابة المعلمين أو سواء كان ممثلين لمشروع بيكتس الخاص بتعليم الأطفال السوريين في تركيا أشرنا إلى نقاط عدة من أهمها موضوع إلغاء قيود بعض العائلات السورية نتيجة تسرب أطفالهم من المدارس تحت ذريعة طبعا تسرب الأطفال من المدارس حسب ما ذكرت رئاسة الهجرة. كذلك الأمر هناك نقاط أخرى مهمة جداً أستاذ لم ينتبه لها أحد. اليوم الطفل السوري فقد هويته الوطنية السورية في نظام التعليم التركي. الطفل السوري اليوم فقد أهمية اللغة العربية اليوم إقصاء المدرس السوري من المدارس السورية والتركية أستاذي وحتى المدارس الحكومية كانت غايته الأساسية هي قائمة على إبعاد المدرس السوري عن الطالب السوري كان لا يكون هناك أي تواصل باللغة العربية أي كي ينسى الطالب السوري اللغه العربيه، اللغه الام، اللغه التي تربطه بهويته، لذلك اليوم استاذي انا ارى بان هذه المسؤوليه مسؤوليه الحفاظ على هويه الطالب او الوطنيه السوريه ليست هي مسؤوليه فقط الجهات التركيه، النظام التركي التعليمي في نهايه المطاف هو في شان ما يطبق ما يرغب به لكن المؤسسات التعليمية السورية سواء كان على مستوى مؤسسات المعارضة أو حتى المنظمات المجتمع المدني السورية التي تأسست في بداية حالة النزوح السورية إلى تركيا في عام 2012-2013 تحت مسميات منظمات تعليمية خيرية مه. أين هم القائمون على هذه المنظمات؟ هذه المنظمات يا أستاذي الآن دورها الآن دورها في الحفاظ على هوية الطالب السوري الوطنية هذه المنظمات يا أستاذي للأسف الشديد معظمها لن نقول كلها معظم باتت عباره عن مشاريع تجاريه، قسم منها باتت عباره عن مراكز تعليم خاصه، وقسم منها تحولت الى مدارس دوليه، اذا المشكله الان ليست في فقط لوم الجانب التركي بقدر ما هي في لوم انفسنا، نحن من للاسف الشديد فقدنا اطفالنا وافقدناهم هويتهم السوريه، استاذي اكبر كارثه بتنا الآن نشاهدها عندما يأتي طفل سوري يكون مع عائلته في الطريق وينهر والدته أو أبيه عندما يتكلم أحدهما معه باللغة العربية أمام الناس هذه كارثة عندما ينسلخ الطالب السوري عن لغته وعندما يرفض وعندما للأمانة يبدو أكثر عنصرية في بعض الأحيان عائلته من عنصرية بعض الأتراك هنا الكارثة التي لا بد أن ينتبه لها أطفالنا الجيل القادم من السوريين الي اين ولكن يعني استاذ طه جميع يعني بموضوعيه جميع الدول التي لجا اليها السوريين يعني هي تتعلم لغه هذه الدول سواء كان في المانيا في تركيا وما الى اخره ولكن اللفت في الامر يعني مثلا اللاجئ السوري في المانيا تعلم الطفل اللغه الالمانيه ويتابع حياته بالمانيا لانه هو مستقر بشكل او باخر ولكن يعني في تركيا لاجئين سوريين صار لهم 10 سنين و11 سنه و8 سنين لهلا ما شعرين بالاستقرار نتيجه القيود يعني بحسب التعليقات على البث المباشر لصفحه تلفزيون سوريا للبث المباشر للمشمل، يعني الكثير منهم يقول نحن لا نشعر بالاستقرار، ويفرض علينا تعلم اللغه التركيه وهذا من حق الدوله التي تستضيف اللاجئ السوري، ولكن يعني عندما يتم ترحيل العائله، يعني كما ذكرت وتاكيدا لكلامك يعني الطفل ينزل الى الشمال السوري عمره سبع سنين او ثمان سنين ما بيعرف يحكي عربي بشكل جيد. استاذي خليني بس على عجاله اذا كان في عندنا متسع من الوقت اشير الى نقطه اساسيه تفضل. اليوم رئاسه الهجره ووزاره التربيه التركيه فشلتا بشكل ذريع في تطبيق سياسه اندماج الطلاب السوريين في نظام التعليم التركي او مع اقرانهم الاتراك عندما تم انشاء صفوف هي صفوف الاندماج او الايوم صنف تحديدا هذه الصفوف استاذي هي اشبه ما تمثل صفوف الفصل العنصري اليوم هذه الصفوف قامت على فرضية بأن الطالب السوري الذي لا يمتلك ملكة لغوية في اللغة التركية بشكل جيد يتم عزله في هذه الصفوف ثم تقديم بعض الدروس التركية له ومن ثم إعادته إلى صفه لكن الذي جرى بأن هناك بعض المدرسين الأتراك عندما يدخل إلى صفه ويرى أن هناك طالب سوري بكل بساطة وبدون أن يدرك ما مستوى هذا الطالب السوري في اللغة التركية يطلب من مدير المدرسة أن يتم عزل هذا الطالب في الأيوم صنف أستاذي إن كانت رئاسة الهجرة اليوم تريد دمج الطلاب السوريين إذا لماذا تفصلهم لماذا يتم فصل الطالب السوري في صفوف خاصة ويتم على هذا الأساس التدمر عليه من قبل أقرانه الأتراك بأن هذا الصف هو صف سوري النقطة الثانية أستاذي لا يلام اليوم لا الطالب السوري ولا أساسا عائلته في عدم تعلم اللغة التركية كيف تريد مني أنا اليوم كسوري لاجئ في تركيا أن أتعلم اللغة التركية إن كان رئيس الدولة اليوم كحكومة وإن كانت المعارضة ليلا نهارا تطالب بطردي وتعد بطردي وإعادتي إلى بلدي المعارضة تعد بطرد السوريين والحكومة تفي دائما بهذا الموضوع وتعمل على الإفاء بوعودها بإعادة مليون لاجئ أي استقرار منحتها اليوم الحكومة التركية وكل أطراف الحياة السياسية التركية حكومة المعارضة للاجئ السوري إن كان كبيرا أو صغيرا كي يستطيع, يستطيع تعلم اللغة التركية لا يلام السوريون بهذا الموضوع يا أستاذي نعم اللاجئ السوري ماذا سيفعل اليوم؟ يعني كما ذكرت هناك العديد من النساء الارامل يعني الاطفال هم من يعملون و يعني يعيلون المنزل وايضا اولياء الامور بسبب الازمه المعيشيه ايضا يعني للاسف اجبروا على جعل اولادهم يعني يتسربوا من المدارس لادخال المال للعائله للمعيشه فقط ليس اكثر، وهناك ايضا فئه اخرى يعني هناك الكثير بسبب قيود السكن على الاحياء، يعني لاجئين سوريين يعني يقطنون في احياء وقيود النفوس في أحياء أخرى أو كذا عائلة في حي آخر يعني ما هي الإجراءات التي سيتم اتباعها الآن يعني في حال الغاء القيود؟ أستاذ بداية دعنا نشير إلى نقطة قانونية مهمة لا يمكن حرمان أي طفل من حقه في التعليم بغض النظر عن صفته القانونية في الدولة التي يتواجد فيها. المادة 28 من قانون حقوق الطفل يونسيف اشارت الى ذلك، كذلك المادة 42 من الدستور التركي اشارت الى حق كل فرد في التعليم بغض النظر عن من يكون وما هي صفته القانونية في تركيا، لذلك انا اليوم أرى بأن المهمة الأساسية في هذا الصدد على العائلات السورية تقع في جانب منها جانب بسيط، لكن الجانب الأهم بهذا الإطار أستاذي تقع على مؤسساتنا السورية وعلى وزارة التربية ورئاسة الهجرة طبعا اليوم كما أشرنا بأن هناك أسباب عدة تدفع الطفل السوري إلى التسرب سواء كانت منها أسباب أسرية أو اقتصادية أو متعلقة بالعنصرية أو حتى أسباب تتعلق ببعض القرارات الإدارية التي يمتلع فيها بعض مدراء المدارس من تسجيل الطلاب وزارة التربية ورئاسة الهجرة عندما تطالب بعودة المدرس... الطلاب السوريين إلى صفوفهم هي لا تطالب فقط من أجل حق الطالب هي تطالب من أجل ديمومة الحزب المالية لذلك أنا أرى أستاذي بأنها ان كانت جاد اليوم وزاره التربيه ورئاسه الهجره في مشروع متابعه حق الطفل السوري في التعليم فلتطبق مشاريع على ارض الواقع تساعد هذه الاسر الغير قادره ماديا او التي تعاني من ازمه اقتصاديه يا استاذ وزاره التربيه ورئاسه الهجره بكل عام تطرح مشاريع للاسف الشديد لا وجود لها على ارض الواقع تبقى هذه المشاريع ورقيه وتمول من الاتحاد الاوروبي بملايين الدولارات انا اريد ان اسكل كحق لأي لاجئ سوري في تركيا أين ذهبت هذه الأموال هل من جهة اليوم سواء كانت سورية أو تركيا تتابع وهي قادرة على مساءلة ومحاكمة أي جهة إن كانت تركيا أو سورية أين هي أموال تأتي باسم السوريين لماذا لا يتم طرح مشاريع تدعم الأسر التي ليس لها معيل وتضطر هذه الأسر إلى إخراج أبنائها إلى سوق العمل لماذا توجد هناك مشاريع تدعم تعليم الأطفال إن كان عن طريق التعليم في نهاية الأسبوع والتعليم الشعبي الهالكيتو ما شابه ذلك طيب لماذا يتم إلزام الطالب بعدم تسجيله في المدرسة عندما يذهب لكي يسجل ويتحجج مدير المدرسة أن أتوا بعد أسبوع أو أسبوعين وبعد ثلاث أسابيع وعندما تأتي الأسرة يقول مدير المدرسة لم يتبقى لدينا مكان هذه ليست مشكلة العائلة السورية هذه ليست مشكلة الطالب السوري اليوم على كل الأطراف سواء كانت التركية أو السورية كمؤسسات إن كانت حكومية وغير حكومية العمل بشكل جدي على حق الطفل السوري في التعلم إن لم نعطي حق الطفل السوري اليوم في التعلم في سوريا بعد 15 سنة و 20 سنة سوف تكون أشبه ما كان عليه الصومال في يوم من الأيام نعم أستاذ طه يعني اكيد لكرامك يعني حول اللغه التركيه واجبار الاطفال على تعلمها يعني وزير التربيه يوسف تكين قال بامكانيه او ان هناك امكانيه فرض نسبه 70% من مقرر اللغه التركيه كحد ادنى للنجاح للطالب في المراحل التعليم الاساسيه وهو ما بات يعني في حال تم تطبيقه يعني معضله تعليميه امام شريحه كبيره من الطلاب السوريين في تركيا يعني وهذه النسبه يعني الطلاب الاتراك لا يتجاوزون هذه النسبه السبعين بالمئة لماذا هذا الاجراء أستاذي هذا الاجراء طبعا كان من قبل وزاره التربيه من اجل اعاده اساسا هي يعني هي موجهه للطالب التركي وليس للطالب السوري. تم مناقشه مهم. هذه الفكره تحديدا نسبه 70% كحد ادنى من علامه اللغه التركيه لنجاح الطالب في الصفوف الانتقاليه، تم مناقشتها وطرحها على اطراف سواء كان على مستوى مديريات التربيه او حتى على ممثلين وزاره التربيه ونقابه المعلمين. خلال الايام القادمه قد يكون هناك اعاده صياغه لهذا القرار بما يتناسب مع واقع الطلاب السوريين في المدارس الحكوميه، استاذي. نعم. اخيرا وبعجاله استاذ طه العائله التي يتم ايقاف قيود الكملك لديها بسبب تسرب احد الطلبه ماذا ستفعل الان استاذي ان كان سبب توقيف القيد الكملك او بطاقه الحمايه المؤقته قائما بشكل فعلي على تسرب احد ابنائها من المدرسه فعليها بكل بساطه اعاده تسجيل طفلها في المدرسه واستخلاص واستخراج وثيقه الطالب الاورنجي ومن ثم التوجه الى رئاسه الهجره او الى نقاط شعب الاجانب من اجل تقييد واعاده تفعيل الكملك، لكن شخصيا انا ارى من تجارب سابقه بان هذا الامر قد تكون فيه مماطله من قبل بعض الشعب الاجانب او مديريات الهجره، حتى لو العائله السوريه استخلصت واستخرجت وثيقه طالب لاطفالها ولابنائها، اخشى ان يكون هناك مماطله وعدم تطبيق لهذا القانون من قبل مديريات وشعب الاجانب او الهجره في الايام القادمه، لذلك لابد هنا ان يكون وجود فعلي لمنظمات حقوقيه تركيه تتابع هذه المسارات في مستوى مختلف الولايات والمدن التركيه. شكرا لك طه الغازي الناشط في مجال حقوق الانسان كنت معي من اسطنبول منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة توثق تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في ملف نلاتي